جينيس سجلت هذا المبنى كأكبر مبنى مطبوع على مستوى العالم. هذا المبنى بالظروف الطبيعية يفترض أن يأخذ سنة كاملة في البناء اللي هو البناء العادي. بالطباعة ثلاثية الأبعاد 50% أقل يكون، وقد يكون أكثر حتى عن 50%. التكلفة أيضا 50% أقل عن التكلفة العادية. العمالة 50% أيضا أقل. وطبعا الوقت كذلك نفس الشيء مثل ما قلنا. ما يميز هذا المبنى حجمه. طبعا المبنى بني في الظروف الخارجية الطبيعية الموجودة، واستخدمنا أيضا نحن المواد اللي استخدمت في الطابعة هي مواد محلية في دبي. المبنى مستدام، تنطبق عليه شروط ومواصفات البناء الخاصة في إمارة دبي. المبنى فيها من السلامة أو مطابقة لشروط السلامة، الصحة والسلامة المطابقة. الفريق الداخلي في بلدية دبي عن طريق إدارة ترخيص المنى، وهو الفريق اللي قام بعملية التصميم الكامل للمشروع، صمم من ناحية المخططات المعمارية والإنشائية، كذلك أشرف على عمليات الإشراف في الموقع.